أقيم جناز السيد المسيح من كنيسة القديس بولس الرسول الجبيهة. ترأس القداس الأب سامر مدنات راعي الكنيسة بمعاونة الأب حنا كلداني بحضور شمامسة الكنيسة وجوقة الكنيسة والفرقة الكشفية، حيث تحدث الأب كلداني في وعظة القداس عن صلب المسيح وموته وقيامته. وبعد المناولة حملت الفرقة الكشفية جثمان السيد المسيح وأقامت دورة في الكنيسة في جو من الخشوع والإيمان. فما تم على الصليب يوم الجمعة تم يوم الخميس في علي الصهيون بطريقة تقديسية أسرارية سكرمنتالية. تم ذلك عندما المسيح أخذ الخبز وكسر وقال هذا هو جسدي الذي يبذل. البذل معنى حتى يتم بذل الجسد لازم يكون صار إيش؟ الموت. والموت أمتى صار؟ يوم الجمعة. عندما أخذ الكأس قال عنه الذي يراق عنكم، وعندما يراق الدم الإنسان يدخل ماذا؟ الموت. المسيح متى دخل الموت؟ يوم الجمعة. إذن الخبز والخمر مش مثلا يسوع، هم يسوع عندما باركوا. هذا الخبز وهذا الخمر هو جسد ودم يسوع، هو يسوع المسيح. فالمسيح استبق الجمعة العظيمة بالخميس بطريقة إسرارية سكرمنتالية وأقام الذبيحة، ذبيحة نفسه على الصليب. يا رب إننا نبكي لذنبنا.